والمشاهدين متابعي قناة مناظر لذيذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان اللي تار انتباهي وأنا كان تواجد واحد تقريبا واحد جوج محطات الاستراحة بواحد نظام ديال الأزبال ديال النفايات، هذا النظام رائع الإخوان جدا، انتم غتشوفوه معنا في الفيديو. نتمنى الثقافة ديال هاد لي بوبيل، هاد يعني هاد سطولة ديال الأزبال باش تعم في جميع ديال المحطات وتكون واحد البداية ديال الثقافة ديال المغاربة، باش إن شاء الله يتعودوا على هاد النفايات باش كل حاجة يحطوها في بلاصة ديالها. وشكرا لمتتبعي قناة مناظر بلادي، وخليكم مع الفيديو أنا غنوري لكم إن شاء الله. أنتم الإخوان المشاهدين كما كتشوفوا معنا هما هاد لي بوبيل هادو، كل واحد شنو دايرين عليه واحد الملصقات يعني واحد ايتيكيت. هانتوما كيما تشوفوا الاخوان هذا الكارطون كيدار بوحدو، وتا الالوان تا الالوان ديال لي بوبيل مبدلين، بلاستيك بوحدو. شوفوا هما كيفاش مصايبينهم، الاخضر الليموني الازرق الاصفر، كل واحد واللون اللي مختص به. هادشي شي جميل الاخوان. شوفوا بلاصه القرعه ديال الدجاج ديال الكارطون البلاستيك هذوك لي كانيت، يعني كل حاجه المكان ديالها. هذه لي بلاستيك يعني حاجه ديال الازبال ديال البلاستيك بوحدها، وشيء رائع الاخوان، والله الا شيء رائع الاخوان. نتمنى هاد المبادره هذه تعم جميع المحطات باش الناس اللي كيزوروا المحطات يولي يشوفوا هاد المبادره هذه، وان شاء الله تعم هاد التربيه هذه. واخا هي صعيبه باش ولكن المهم على العموم كمبدا يعني نشوفوا شي حاجه بحال هكا زوينه، بان انت ملي يخرج مع الوليد ديالو وداك الشيء كيشوفوا ويقراوا ويعرفوا بانه هذه خصها تحط هنا وهذه خصها تحط. تحيه لكم جميعا الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.